حيدر الخانة، عبد النصارى، باب الشيخ، سنك، الميدان. قلت أني لأسامي المكان ما أقول بغداد. منذ أكثر من 1000 سنة ولحد يومنا هذا مثلت العمارة البغدادية منارة للشرق والعالم أجمع، وساهمت بصناعة شخصية أفرادها وأيضا بإعطاء الروح لهاي الرقعة من الأرض على جانبين نهر دجلة. ولكن التغييرات المعمارية اللي أصابت بغداد بالقرن الماضي كانت تغييرات حادة وطارئة. المهمة كانت بسيطة بس أخذت منها شوية وقت، يعني 7 أشهر. فشلون ممكن ومن خلال الصورة بس نقنع الأفراد بأن مدينتهم بغداد هي نفسها مدينة الألف ليلة وليلة، هي نفسها دار السلام ودار القصص اللي نتغنى بها؟ شلون ممكن نقنعها بأن التغييرات تمتلك الإيجابي وهو الأعم، تمتلك السلبي وهو الأخص؟ أخذت مني هاي الرحلة 7 أشهر. حاولت إنه أشوف وأشوف الناس وياي شلون الصور اللي احنا نتداولها قديما عن بغداد صارت هسه 2018. عندنا الصورة الأولى من أرشيف تشادرشي سنة 1953. مثل ما جاي تشوفون هاي الصورة مأخوذة من فوق أحد بنايات الشواكة القديمة اللي تشغل حاليا فندق. أول ما عرفت إنه هاي البناية هي بناية منشودة ورحب فيها الاستقبال الفندق كان رجال كبير. لما حكيت له على فكرتي هو كان نص غافي، يعني ما كذب عليكم، لأن كان الدنيا صبح. فعجبته الفكرة، قال لي أنا راح أخليك تصعد مو مشكلة، بس انتظر هنا أجيب لك صورة. وأجي راح جاب بيده صورة متربة شوية، صورة قديمة بال 1970 للمحلة مالته. قال لي باع هاي ساحة الشهداء سنة 1970. سخن شوية نقدر نضرب له دالغة يعني قاسين. كان يقول لي ممكن تصير وترجع هاي الصورة بجمالها حاليا؟ مو مشكلة. ساعة ثانية أخذت الصورة نفسها ب 2018، لاحظ التغييرات المعمارية اللي جدا كبيرة. أول تغيير البنايات اللي من الجانب الرصافة بالأفق، أبرزها هي بناية البهبهاني للتشادرشي. بنايات جدا جميلة طبعا من أسلوب الحداثة المعماري. وأيضا نلاحظ أنه المقهى اللي كان هنا اللغة وصار مدخل لهيئة التقاعد العامة. زين، خلي نروح هسه لحد أشهر الأزقة ببغداد، أكيد كلكم عندكم ذكريات فيه. هذا الزقاق يؤدي إلى سوق الغزل، سوق الغزل المشهور. جمال الصورة القديمة امتزاج الطفل الصغير ويا المنارة العباسية البغدادية. لما أخذت الصورة الثانية نفس المكان أريد أشوفكم الاختلافات العمرانية صارت بها. الشناشيل تم إزالتها بالثمانينيات من القرن الماضي. طبعاً ما أخذت الصورة الجديدة إلا بعد كم هائل من القصص من أهالي محلة الدهانة ومن أهالي عبد النصارى. وأيضاً ظليت قاعد يعني فد ساعة كاملة بالدربونة أنتظر فد قصة تجمل الصورة أكثر، جمال الصورة يكون بقصتها. مر رجال كبير اللي جاي يشوفوه ويا ابنه، فهذا الرجال كان يحكي قصصه بنفس المكان الابن الصغير. لما عبروا من يمي وانا اخذت الصورة مرت ببالي فكرة واحدة، شنو القصة اللي ممكن احنا نقولها للجيل الجاي؟ هسه احنا ما راح نروح بعيد، راح نصعد فوق منارة الخلفاء اللي حكينا عليها وناخذ صورة الصورة الجاية شفتوها حاليا بال 1980 يبين شغلتين جدا مميزة ببغداد. أشهر محلة، أشهر كنيسة، عقد النصارى كنيسة اللاتين. الصورة الحالية نخبت 2018 تغييرات جدا هواية، بس خلينا نحكي شوية على تغيير يضحك في البداية عند لطف الجو. جاي تشوفون هاي الدائرة الصغيرة، سابقا ما كانوا يحطون صليب فوق الكنيسة هاي لأن اللقلق يجي ويبني عشه بمكان الصليب. أهالي المحلة يحجون في القصة حلوة،
يقولون يابا اللقلق لما راح؟ راح السلام وياه. فراح السلام ويا روح اللقلق، حطينا الصليب. اكو تغيير ثاني جدا مميز، بناية البنك المركزي العراقي بلونها البهي وشكلها الجميل اللي يشبه الخزنة جملت هذا المكان أكثر. أكو تغييرات أيضا سلبية اللي جاي يشوفوها، الكرفانات اللي غطت هواي من معالم كنيسة اللاتي لكنيسة السيدة العذراء وراها. تغييرات سطحية، شنو ممكن نسوي تجاه هاي التغييرات السطحية؟ نقدر نغيرها؟ بس عفنا من حكي التغيير هسه، خلينا نعرف شرح خلفاء، خلينا نروح للرشيد. لما نمر بالرشيد راح نمر في مكان يسبب احباط الاغلب البغداديين، بنايه جميله جدا قديمه سينما الزوراء، متروكه مهدمه مسدوده. الا اني ما يصير اني احباط، بس انه افرح. والسبب هذا الشيء اهالي محله لسنك نفس من رضوان المختار اللي فررني من المحله واللي شوفني المحله كلها، الى عدنان العامل اللي يشتغل بالسنك اللي عرفني على هالمحلات، الى المرأة الام اللي خلتني اصعد بشقتها واخذ نفس الصورة ب 2018. الصورة هاي حاليا ب 2018 نفس المكان نفس الزاوية. خلينا نشوفكم التغييرات. اكو بناية جدا مميزة بالفن البغدادي المعماري، بناية رفعت تشادرشي بدالت السنك، انضافت المكان، ضافت هواي جمالية محلة السنك. اكو تغيير ثاني يضحك هماتين، هاي القهوة كانوا دائما يقعدون بها هنا قبال السينما، يعني نسدد حاليا، يعني هي صارت مطعم يعني شاكة. نكمل، خلينا نكمل شوية. إذا نكمل شارع رشيد نوصل لحافظ القاضي. حافظ القاضي هاي الصورة نقلت سنة 1956. 1956 حافظ القاضي حافظ على بناياته قدر الإمكان، بس حافظ القاضي ما حافظ بس على بناياته وإنما حافظ على ناسه وطيبته هماتيا. صاحب البناية اللي أخذت منها الصورة ساعدني قدر الإمكان حتى أخذ الصورة، ويعني ساعدني إنه أحقق حلم. لما حكيت وياه وشافني إنه أنا طالب عندي شغف قال لي أنا إذا ما ساعدك لمن أساعد؟ الصورة الثانية نفس المكان، حافظ القاضي ما تغير يعني نسبيا مثل ما جاي يشوفون، بس الساحة تغيرت. وأريد أحكيكم هماتين قصة. صاحب المحل هذا عنده عمال يشتغلون وياه، فأحد العمال لما شاف شغفي ببغداد قال لي أريد أسألك سؤال، مين أحصل المعلومات هاي عن بغداد؟ وبوقتها أعطيته كتاب وبدأ يقرأ من لحظته، والحظ قبل كم يومين لقيته مكمل الكتاب. هسا خلينا نكمل بس ما نروح بعيد، ناخذ الصورة من بناية حافظ القاضي اللي حكينا عليها قبل شوية. هاي الصورة سنة 1932 مأخوذة فترة استقبال الملك، تلاحظون الجماهير شلون متجمهرة فوق السطوح. هاي الصورة أخذت نفس المكان ب 2018. التغيير كالتالي، أكثر تغيير مميز بقصة شنو؟ بناية الخياط بكر انسدت، البلكونة تفلشت، وهذا ذا دل على فد شيء فيعطينا فد قصة حلوة. يقول إنه الحرفة كانت سائدة ببغداد، وعلى غفلة الحرفة انتفت ببغداد وانتفوا وياها هواي من معالم المدنية. أكو تغييرات بسيطة اللي هي الكرفانات فوق السطوح، كرفانات داخل البنايات، وها طبعا ما يمثل الفن البغدادي بأي صلة. ونرجع ونقول نفس ما قلنا بشارع الخلفاء، تغييرات سطحية. خلينا نمشي لقدام، خلينا نعبر البهبهاني، خلينا نعبر البنك المركزي، خلينا نعبر عقد النصارى. وين تتخيلون هذا المكان؟ 1953 ساحة الرصافي. هاي ساحة الرصافي، والقبة اللي بالأفق ذيك هذيك حيدر خانة. حاليا 2018 هاي الصورة، الصورة هاي انأخذت من فوق أحد البنايات اللي تشغل حاليا مطعم. التغييرات هواية ومبين بالصورة، بس خلينا نحكي بها شوية على كيف. أول تغيير هو البناية اللي خفت قبة الجامع. ثاني تغيير هو أكيد نصب الشاعر معروف الرصافي. وثالث تغيير هو تغيير جدا مهم أعتقد أغلبكم يعرفه، إنه
البنايات أغلبها صارت مخازن وانبنت بنايات جديدة وصارت مخازن. أبرز المخازن هي هاي البناية الطويلة اللي غطت هواية على الصورة. زين، عفنا من الميدان، ما راح نكمل الميدان، خلي شوية نمر الجانب الكرخ، ما يصير يعني، خلنا نعبر جسر الشهداء، خنروح للشواكة. هاي الصورة مأخوذة سنة 1970. صاحب اللي ساعدني أخذ هاي الصورة محمود المصري حارس البناية كان مصر أشد الإصرار إنه الصورة مأخوذة من فوق بنايته. قالاني يابا متأكد إنه أكو فد واحد صعد وأنا شفته بال 1970 وأخذ هاي الصورة. أخذنا الصورة هاي من نفس المكان. تغييرات هواية أبرزها هي التغييرات الموجودة بالبنايات بالأفق. تغييرات حلوة بس أكو شوية هوسة بالأشجار بالأبراج، مو صح؟ زين، خلي هسه نرجع نكمل طريقنا للميدان. بس قبل ما نكمل طريقنا للميدان، يعني أكيد راح نمر في جامع يجذب انتباهنا دائما، حيدر خانة. من يفوت من يم المتنبي وما يشوف الحيدر خانة وما يصفن لفت خمس دقائق؟ هاي الصورة 1932، مؤذن جامع الحيدر خانة محمود النديم. كان قبل ماكو سبيكرات فكان يصعد ويأذن بعلو صوته. الصورة الحالية هي لمؤذن جامع الحيدر خانة الشيخ عبد القادر 2018. تغييرات يعني صارت بتصميم الجامع شوية تغير، اكو بناية انضافت بالأفق. بس التغيير مرات ما يصير بس بالبنايات، التغيير مرات يصير بروح الصورة، يصير بروح المكان. الشيخ عبد القادر بوقفته هاي قال لي هاي القضبان مال ترميم احسها مثل قضبان السجن تنزل علي، لا اني التغيير رايده ولا اهل بغداد رايدين التغيير، وجاي يصير غصبا عنا. شلون بيتنا يتغير واحنا مالنا راي بي؟ خلينا نكمل نوصل للميدان، نوصل للالف قصه وقصه. هاي الصوره اخذت في 1985 من فوق مبنى الاداره العامه المصرف الرشيد. هاي الصورة بيها الأكمك خانة، بيها الحيدر خانة، بيها الرشيد. هاي الصورة بيها قصص آبائنا كلها، قصص يعني كلهم موجودين هنا، أي قصة نحكيها موجودة هنا. الرحلة لهاي الصورة كانت الأصعب، طولت وياي أربعة أشهر. يلا أخذت هاي الصورة، كنت أدور على المكان. ورا ما لقيته البناية مسدودة وكانت جدا صعب إنه أصعد لها. بس تفاجأت أيضا من جديد إن الشرطة ساعدوني وخلوني أصعد وأخذ الصورة. قبل ما أصعد أكو شرطي قال لي حكاية، قال لي أنا جدا سعيد إنه تقاطعت طرقي وطرقك، وجدا سعيد إنه أنا قدمت لك المساعدة، وأنا كنت أنتظر شباب نفسك يسوون هيجي. هو قال لي هيجي، طب على كتفي، قال لي يلا توكل أخذ الصورة. الصورة الثانية 2018، التغييرات مو هواية بسيطة، اكو كرفانات شوية، اكو كرفان، يعني نقدر نقول اول شيء اكو بناية اللي هي بناية وزارة الاعمار والاسكان بالعلاوي، اكو بناية غطت على جامع العاصفية فوق السطح. بس يعني اذا نباوع على هاي الصورة ما نلقى ذاك التغيير الكبير، مكان حافظ على هويته المعمارية اكثر. بس اكو فد شيء اذا اشوفكم اياه، التغيير السماء طالعه هوايه، واني فوق جتني فد فكره تضحك. قلت فد يوم من الايام راح يجي فد شخص راح يقول انه انا همتي اني اخذ هاي الصوره من جديد بالمستقبل، ما ندري. فقلت اوكي خل اعوف له مجال اكثر للسماء، يجوز فد يوم من الايام يمتلي الافق مال الكرخ كله بنايات كبيره، مش مدرينا ممكن. زين، كملنا رحلتنا ببغداد. قبل ما انهي ولد صديقي من الموصل دعاني لفد مكان، قال لي تعال اريد اوديك المكان كلش مميز ببغداد. زين، قلت له وين؟ قال لي قضاء المدائن طه كسرى، بنايه هو مكلف واصدقائه بترميمها. هاي الصوره اخذت سنه 1918، المس بال اخذتها وكان الطاق مهدد بالسقوط يعني باي لحظه. الصورة الثانية أخذناها سنة 2018، التغييرات بسيطة
وهي التغييرات اللي حاضت على المكان، الدعامات الساندة، وأيضا ترميم الدعامات هاي مثل ما جاي تشوفون حافظت على الطاق. الطاق بقى وقصص الطاق بقت، وأهل المدائن بقوا وبقوا يحجون قصصهم عن الطاق، وبقت فت قصة. زين خلصت هاي، يعني الأرشف الصورية خلصت، بس تعمقت أكثر بالمشروع. قلت يا بقى أنا ما أريد بس أرشف الصور، اكتشفت إنه الأصوات أيضا تعطي هوية للمكان، الأصوات تعطي هوية جدا قوية للمكان. زين أصوات متناسقة، أنا أحب أسميها موسيقى بغداد. أرشفت الأصوات مال الصور كلها ودمجتها لكم الفيديو. واحد بالحيدر خانه وواحد هنا أنا. نهاية هذا الشيء أحب أقول فد شيء، هواي ناس اعطوني قصص، نبديهم من مين؟ من شيخ لقمان بجامع الخلفاء. زين شيخ لقمان بجامع الخلفاء أعطاني قصة، مؤذن جامع الحيدر خان أعطاني قصة، شيخ عبد القادر عدنان العامل البسنك أعطاني قصة هماتين، بعد الشرطة اللي بشارع رشيد هم أعطوني قصة. هاي صارن هواي قصص، أني جمعت ذني القصص وطيتكم قصتي هنا. أحب أقول بالنهاية فد شيء، أنا طيتكم هاي القصة. زين وأنتم شنو القصة اللي راح تقدموها لبغداد؟ شكراً.